وللتعليق بشأن تصريحات التيار الصدري الأخيرة بشأن الوعود الانتخابية وحديث زعيمها عن نيل الأغلبية السياسية ورئاسة الحكومة في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط السياسي علي الشعلان. أهلا بك معنا أستاذ علي. أهلا أخي، أهلا بك، مساء الخير. أهلا بك، مساء الأنوار. سيد علي، هل باتت وعود التيار الصدري وزعيمه في البناء وتوفير الخدمات الأساسية في حال الفوز بالانتخابات البرلمانية محط تصديق من قبل الشارع العراقي الآن؟ نعم أخي، نعم. تيار الصدري أخي مشترك منذ 2003 بعد مجيء الاحتلال بهذه الشرذمة الطغمة الحاكمة الفاسدة في بغداد، ومن ضمنها التيار الصدري. التيار الصدري أخي سيد الإصلاح اليوم يدعي إلى الإصلاح، ويدعي إلى في حالة استلام دفة الحكم في العراق حيجري إصلاحات وحيجري محاربة الفساد. هذا كل واحد منهم أخي يأتي إلى السلطة، وهو التيار الصدري أصلا مشترك بالفساد وبالسلطة منذ 2003. يعني الغزي أي حكومة تشكل هو من التيار الصدري، مدير يصير مدير مكتب رئيس الوزراء. طبعا هاي الحكومات اللي شكلوه هم احزابهم الفاسده يقعدون في 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 المنطقه الخضراء او في الجادريه ويسوون صيغه الحكومه الطائفيه ويحاولون يجملوها لهاي الحكومه. اليوم اخي التيار الصدري مشترك في جريمه سلب وتسليب النفط الشعبي العراقي، اللي التيار الصدري لا يستطيع اجراء اي اصلاحات، لانه احنا والشعب العراقي شاهدنا منذ 2003 الى هذا اليوم هم لم يجروا اي اصلاحات، هم وظيفتهم فقط تسليب الشعب العراقي، سرق خيرات الشعب العراقي. واريد اعقب لك على شغله اخي، اكثر مدينه في العراق يوجد فيها اوساخ، وتوجد فيها اميه، ويوجد فيها لا توجد فيها مدارس ولا توجد فيها مستشفيات، هي مدينة الثورة، وبعدين من بعد 2003 سميت بمدينة الصدر. أين هو مقتدى الصدر من هذه المدينة الفقيرة؟ أين إصلاحها؟ أين هو سيد الإصلاح؟ لماذا لم يبدأ الإصلاح في مدينة سماها هو مدينة الصدر؟ ليش ما يبدي من هنا الإصلاح؟ يعني إذا الصدر استلم السلطة أو الكاظمي أو المالكي أو كل هاي رؤساء العصابات اللي تدور في فلك العراق، لن يتغير شيء في العراق. العراق أخي بحاجة إلى إسقاط هذه الطغمة الفاسدة الحاكمة في بغداد. نعم. ورفع شعار إسقاط هذه الطغمة. طيب. هذا سيد النظام علي. واليوم بالفعل. نعم. سيد علي، عضو التيار الصدري حسن العذاري قال إنه في غضون 6 أشهر فقط من تسلم التيار لرئاسة الحكومة فإن التيار سينفذ حزمة إصلاحات كبرى كما تعلم، من بينها القضاء على الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. يعني بالنسبة لهذه الوعود الانتخابية، لماذا لم ينفذها التيار الصدري رغم وجوده في السلطة بالفعل؟ نعم، لا يستطيع أخي التيار الصدري أو مقتدى الصدر تنفيذ هذه الوعود. هم يعرفون نفسهم، هم عبارة عن عصابات. يعني هو مقتدى الصدر أكثر من 4-5 مرات جمد جيش المهدي ورجع جيش المهدي وجمد جيش المهدي، ما يستطيع هذا، لأنه يعرف حتى يحمي نفسه ويحمي الأكذوبة اللي هو دا يعيشها ويعيش تيارة معاها، لازم عنده جيش يحميه. التيار الصدري لا يستطيع، أو مقتدى الصدر بالذات، هو الزعيم للتيار الصدري مقتدى الصدر، لا يستطيع أخي عمل، لأن هم هؤلاء ليسوا برجال دولة. هؤلاء أتوا، أنا أثني على تقريركم، أتوا مع الاحتلال الأمريكي وحاميهم الاحتلال الإيراني، فهذا هؤلاء ليسوا برجال دولة. هؤلاء ناس بسطاء أجوا في 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 حنكة من الظلام، احتلوا بلدنا واحتلوا مقدرات بلدنا ويضحكون على الناس الفقراء. نعم سيد علي، في هذا السياق، ماذا عن الشعب العراقي؟ هل باتت تنطلي عليه هذه الادعاءات؟ لا، بالتأكيد لا أخي. الشعب العراقي اليوم في كل مع كل شرائحه يرفض هذه السلطة الحاكمة في بغداد. العراقيين اليوم يرفعون شعار إسقاط هاي الطغمة ورفض هاي الانتخابات. يعني احنا بكرة عندنا إن شاء الله تنطلق مسيرة في بغداد من ساحة الفردوس، بكرة
باكر هو اللي صادف سنتين على انطلاق ثورة تشرين المباركة، وحتنطلق مسيرة سلمية من ساحة الفردوس باتجاه ساحة التحرير. هذا بكرة اللي هو 1/10/12 كل فصائل المعارضة في المهجر عدها وقفة أمام السفارات الأمريكية وأمام السفارات العراقية لرفض هذه الانتخابات. على الشعب العراقي أخي يفهم كذبة الانتخابات، هذه كذوبة، إحنا كل 4 سنوات نعيش هذه الكذوبة ويطلع لنا شعار المجرب لا يجرب. نعم، فهذه كذوبة الانتخابات. علينا أخي لن نذهب للانتخابات وإسقاط وعدم إعطاء شرعية لهؤلاء، هؤلاء قتلة مأجورين أتى بهم الاحتلال الأمريكي وحاميهم الشيطان العالمي الأكبر إيران. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف الناشط السياسي علي الشعلان، شكرا جزيلا لك.